هبتدي معاك من المنتخب الاولمبي ومن اول لقاء للمنتخب وانت كنت من ضمن اللعيبه اللي اعتمد عليها كابتن شوقي غريب. ايه اللي حصل في الماتش الاولاني؟ لا مفيش، هو كان طبعا كان الافتتاح وكنا جاهزين بشكل كويس للمباراه يعني، ولسه في اول 10 دقائق في الماتش حصل الاصابه دي في قطع في الكتف، فما قدرتش انا كنت اكمل في البطوله. الاستوديو التحليلي هنا ما فهمناهاش الاصابه، غريبه شويه. الاصابه مش في الوقعه يعني، الاصابه انا ما وقعتش، مش في الوقعه، لا لا فوق في الهواء. فوق في الهواء، في الهواء وانا طالع كان كتفي واخد وضع كده، وضع الخلع يعني، فهو دخل فيه في الجنب اللي احنا طالعينه مع بعض، دخل في كتفي فراح قطع لي وتر من وهو كان مفتري جرم يعني. كان صعب قوي صح. في وقتها، في ساعتها، في وقتها الدكتور نزل طبعا الملعب، فضل يحاول يرد لي مكانه يعني، يردوه لي مكانه، فبس ردوه لي يعني، وحاولت بعد كده بقى لما خرجنا حاولت انت من وانت فوق في الهواء حسيت بالالم على طول؟ على مش اللي طول هو حتى انا لما حسيت، لا لا نزلت؟ حسيت ان في حاجه فعلا اتقطعت، فبس فالدكتور نزل لي طبعا حاول ان هو يرد الكتف تاني مكانه يعني، بس فرده لي يعني وخرجت وما قدرش اكمل. فبعديها كنت بحاول بقى اللي انا بسال الدكتور يعني هقدر اكمل البطوله او لا، فقال لي صعب. كانت اكبر خساره للمنتخب يعني، الناس كلها زعلت. ناصر احنا عارفين انك من اللعيبه الموهوبه زي ما بيتقال يعني، ويعتمد عليك الكابتن شوقي غريب. اتكلم معاك كابتن شوقي غريب ساعتها قال لك ايه؟ كابتن شوقي يعني اتكلم معايا وقال لي ان انا معاك لاخر لحظه، لو لاخر ماتش انت ممكن تشارك، لان انا كان اسمي كده كده في البطوله فممكن اشارك في اي وقت حتى لو اخر ثانيه، بس فما فضلش يعني. هو كان بيقول لي انك لو حابب انك تتعالج في ناديك وترجع لو انت سليم وترجع تلحق انا ما عنديش مشكله، بس انت لو عايز تفضل معاه انا هبقى مبسوط يعني. فبس ففضلت موجود مع المنتخب، فضلت موجود ما مع مشيتش، في لا المعسكر ما ما مشيتش، مشيتش. فضلت موجود مع المنتخب، ولان انا اصلا في المنتخب انا تاني كابتن فريق بعد تاني رمضان، كابتن فريق. فعارف احنا كلنا بقى اسره واحده، فما ينفعش بقى انك تسيب الدنيا وتمشي، لا احنا خلاص ناصر مش موجود، اي حد يكمل، المهم ناخد البطوله دي ونفرح الناس يعني. انت متوقع ان احنا نقدر ناخد البطولة دي؟ انا كنت واثق في امكانيات اللعيبه بصراحه اللي موجوده معانا، انا عشان عارفهم واحنا اصلا من واحنا صغيرين كلنا معظمنا مع بعض، كلكم فعارف مع بعض. امكانياتهم، والميزه كمان ان في المنتخب بتاعنا ان كل واحد عنده طموح، عنده هدف، فده كان مسهل لنا الموضوع. انتوا جعانين كوره بالظبط، كان الناس كلها مستنيه البطوله دي، واحنا كلعيبه يعني مستنيين البطوله دي وعارفين انها هتفرق معانا يعني، نتوج بالبطوله يعني. وحته زي ما بقول لك لما كسبنا اول ماتش ادتنا ثقه، الناس بدات تيجي، فالجمهور فرق معانا كتير جدا. بس اخذنا البطوله، شعورك ايه لحظه التتويج نفسها؟ عارف لما اي حد بيحلم ان يكون معاه بطوله افريقيا يعني، دي حاجه مش سهله انك مش سهل. توصل اصلا. احنا لعبنا بطوله افريقيا مع كابتن معتمد جمال ايوه في زامبيا تقريبا، ايوه الموضوع كان صعب وما ما صعبناش كن... لا يعني، ما كناش ما موفقين كملناش، خالص. ما كناش موفقين. كابتن معتمد مدرب محترم جدا، بس احنا الدنيا ساعتها ما الموضوع كان صعب، انك تاخد بقى البطوله وكمان وسط الجماهير دي، فكان الموضوع كان حاجه روعه. حاجه ما شفناش عظيمه احنا بصراحه، ما شفناش حاجه عظيمه. الاستاد بالحلاوه دي من بعد بطوله الامم للكبار، والناس خرجت متضايقه، ومن بعدها حصل ايه؟ بص زعل كده. انتوا رجعتونا تاني، انتوا تقريبا الانجاز الوحيد الكروي والرياضي اللي حصل في الفتره دي. الحمد لله يعني، فكانت بطوله جميله يعني، وان شاء الله يعني نكمل على خير وتبقى في الاولمبياد يعني. مين كان صاحب فكره الماسك بتاع لكازا دي بابل؟ طاهر النبي يا اخويا اقسم لك بالله انا ما اعرف ايه لكازا دي بابل ده. ده مسلسل، ده ما انا عارف، مسلسل عالمي. ما انا عارف، ما انا يعني مؤخرا بدات اعرف انه في مسلسل وبتاع الحظر وسنينه، فبدات اعرف انه في مسلسل وهو ده، فقالوا لي ده هو ده بقى اللي كانوا لابسين له القناع في دي حقيقة. ده كانت فكرة طاهر، احنا كنا دايما بنبقى قاعدين. يعني انت كنت عارف المسلسل ده بذمتك؟ والله العظيم اتفرجت على كل الاجزاء بتاعه. اتكلم بجد؟ والله بس هو طيب حلو جدا. ماشي. بس ف احنا دايما كنا بنقعد نقول عايزين نعمل حاجة يعني، الناس برضو ايه عايزين، نسيبنا من جو التنشنة ده بقى اللي هو بقى لعيبة كورة بس، لا الناس برضو عايزة تلبسها، نعمل حاجة جديدة للناس وبتاع، قلنا لو صعدنا نهائي لازم نعمل حاجة. بعدين بقى طاهر كان عنده الفكرة وكان عنده الماسكات يعني، جاب من الناس صحابه وبتاع، فظبط الفكرة دي جاب ماسكات للفرقة كلها. للفرقة كلها. بس فظبط الفكرة دي وكانت حلوة يعني. لا كانت حلوة جدا يعني، كانت حلوة جدا، بس بالنسبة لواحد زي حالتي قعدت أسأل كتير. مين دول؟ أسأل كتير، فيقولوا لي ده اسمه مسلسل إسباني صح كده؟ اسباني. بقول لك ايه، اصلا كابتن شوقي واحنا داخلين ما كانش عارف، قال لك مين دول؟ كابتن شوقي أصلا ما كنتش قايل له؟ لا لا
متشايلين له.